السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع إليزي، ولاية جديدة وفاتية انت إليزي بأقصى جنوب، لنقف على هذه التجربة الجديدة في الاستثمار الخاص في إنتاج الحبوب، إذن بنوعه اللين والصلب. وإذن نترككم تتابعون هذه التجربة الرائدة اللي انطلقت السنة الماضية، وللآن تعرف النتائج غير مسبوقة، يعني كانت يعني نتائج جد مشجعة، خاصة يعني بالنظر إلى حداثة هذه التجربة الجديدة في ولاية إليزي. إذن نخلكم تتابعوا وتتعرفوا على هذه التجربة لتطوير إذن الفلاحة في الجزائر وتحقيق الأمن الغذائي الذي نصب إليه. نترككم تتابعون هذا الفيديو حول هذه التجربة في ولاية إليزي، والسلام عليكم. حقول شاسعة من القمح الصلب وصلت مساحتها أزيد من 350 هكتارا، تعد التجربة الأولى لشركة أغرولينا لزراعة الحبوب بولاية إليزي باستعمال الرش المحوري. وإن شاء الله التحدي اللي درنا هذا العام، وإن شاء الله العام الجاي راح نزيدوا الإكستنسيو على حتى 700 هكتار، والمزرعة راه فيها 3000 هكتار، يعني كل عام راح نزيدوا 350، يعني بكل عام 350 هكتار، إلا حتى نلحقوا 3000 هكتار إن شاء الله. مستثمرة مختصة في إنتاج الحبوب في بدايتها، وعندها آفاق مستقبلية في القريب العاجل، في المتوسط، في البعيد المدى، راح تدخل عدة الشعب. من هذه المستثمرة نوجه نداء كافة المستثمرين المتواجدين عبر أقليم ولاية إليزي وعبر الوطن أن يتقدموا بإنشاء مستثمرات، وولاية إليزي سوف تقدم كافة التسهيلات في هذا الإطار. وبمعدل 65 قنطارا في الهكتار الواحد ينتظره محصول وفير يفوق 20,000 قنطار، نتيجة إيجابية ساهمت في تحقيقها المرافقة الميدانية للسلطات المحلية في دعم وتشجيع المستثمرين. ولاية إليزي لم تصبح ولاية طاقوية فقط، ولكن سوف تساهم أيضا في توفير المحاصيل الزراعية الأساسية التي تدخل في إطار توفير كما قلت الأمن الغذائي للبلاد. المساحة اللي راهي محددة للاستثمار بهذه المنطقة تقدر بأكثر من 70,000 هكتار، تم توزيع ما يقارب 30,000، وبقات 40,000 أخرى يتم توزيع تاعها في القريب العاجل إن شاء الله. فيما يخص النقل لهذه السنة، نقل تعاونية الحبوب والبقول الجافة جندت شاحنات عدد لا بأس به وكافي لنقل كل المحصول من ولاية إليزي إلى ولاية ورقلة. وبعد نجاح التجربة الأولى لهذه المستثمرة بفضل التربة الجيدة ووفرة المياه الجوفية، ينتظره أن تصبح منطقة رود النص مستقبلا قطبا فلاحيا بامتياز للزراعة الاستراتيجية بأقصى جنوب الوطن.